وهنا بنبه الشباب بالذات مع وسائل التواصل الحديثة دي. انت بتخش فيسبوك وتويتر تاني في شنو؟ واتساب وهوس وغيره. فلما انت تخش قد بنت ترسل لك صورتها حبيبي تقول لك عرفتها؟ فالزول لو ايمانه ضعيف طوال يقول السلام عليكم. وطبعا الشيطان يجي يقول لك يا اخي اوعظك. الشيطان داري لخبط لك بيتك انت. اها وتبدا ترسل لها محاضره للفوزان طبعا الشيطان دردقك. وتبدا معاه علاقه صح ولا ما صح؟ فده بضيع لك دينك والله. وبوقعك في الورطات دي. بوقعك في الورطه بالذات مع وسائل التواصل دي او المواصلات برضه فيها بلاوي كثيره. الزول قدر ما بعدت من النسوان ديل قربت من الله. ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. الفتن كثيره ولا ما كثيره؟ احسبها ما قدرت احسبها. لكن الفتن دي كلها ان رصيتها كده كتبتها فتنه واحد فتنه اثنين فتنه ثلاثه الفتنه اربعه. ما في فتنه بتضرك انت كرجل زي فتنه المراه. وكسلفي اكثر كمان فتنه المراه. بتضرك اكثر حاجه. عشان كده انت كسلفي المفروض تكون ابعد حاجه من المجتمع بتاع النساوين ده. اوعك تقول والله ادرس لها محاضره للفوزان خليها تمشي هناك تحضر الفوزان غادي غادي. ما تتورط انت. والله تتورط ورطه عجيبه خلاص. ودينك ده يبدا يتنصل شويه شويه. خف. بعد ذاك بيجيك البدع، لما تركب درب الشهوه بيجيك البدع برضه. وقد تدخل في الشركيات والكفريات، عشان كده السلف لما تكلموا عن البدعه قالوا البدعه بريد الكفر. بترسلك وتوصلك لشنو الكفر. والمعصيه برضه بتوصلك للبدعه وتسوقك غادي. فانتبه ابعد من النسوان ديل نهائي الا زوجتك. نعم.